رحلة في ربوع عروس الشمال إربد، حيث تجد الطبيعة والجمال في متنزه شرحبيل بن حسن البيئي، والذي يتميز بالعديد من الخدمات التي تقدم للزائرين. متنزه شرحبيل بن حسنة موجود بشمال المملكة، منطقة الشيخ حسين تحديدا. في هذا الموقع منقدم خدمات الإقامة، منقدم خدمات الطعام والشراب، منقدم أنشطة للسياحة البيئية. خدمات الإقامة هي اللي منقدمها هي أكواخ خشبية صديقة في البيئة. لما نحكي أي شيء صديق في البيئة، فإحنا بنحاول نقلل الأثر البيئي تاعنا على الطبيعة والبيئة المحيطة فينا. فهاي الأكواخ مصنوعة من الخشب تماما والخشب والحديد فقط لا غير. طبيعة بنائها بكون مرتفع عن الأرض عشان تخليها تتنفس بنفس الوقت، تتنفس التربة اللي تحتيها بنفس الوقت، بتمكن الزائر انه يتمتع بجمال الطبيعة اللي احنا موجودين فيها من كثافة شجرية او تنوع حيوي وبري بهاي المنطقة. برضو من الخدمات اللي نقدمها، في عنا بنفس المكان في عنا مطعم بيقدم الأكلات التقليدية والشعبية اللي متعارف عليها. الأنشطة اللي منوفرها، في عنا دراجات هوائية أو بسكليتات الناس تقدر إنها تستأجرها تطلع في جولات في المنطقة لتشوف جمال الطبيعة برضو وتكتشف المكان. في عنا زيب لاين أو حبل الانزلاق اللي هو الأطول بالأردن. هذا الحبل تقريبا بطول 530 متر بارتفاع 70 متر، هو الأطول تماما بالأردن. فالناس بتيجي لتجرب هذا النشاط، تستمتع فيه نظرا أنه هو يعتبر كمغامرة بحد ذاتها للزوار اللي بيجوا لهاي المنطقة. برضو في عنا نشاط تاني اللي هو المرجحة العملاقة، بتيجي بين الأشجار، برضو هاي متوفرة بالموقع. وأكيد لابد من وجود مسارات المشي اللي الناس بتيجي لتتمتع بهاي المسارات واللي بتشبكهم بالمنطقة والمناطق، خلينا نحكي، والمواقع الأثرية الموجودة حوالينا أو حتى التاريخية والطبيعية الموجودة فيها. برضو في نفس الموقع منوفر لزوار اليوم الواحد اللي هي منطقة التنزه خاصة. منطقة التنزه هاي المجتمع المحلي أو حتى الزوار أو السواح من كافة مناطق المملكة بيجوا ليتمتعوا بهاي الخدمة بيوم، خلينا نحكي بزيارة يوم واحد. بيستخدموا المرافق هاي، فيها مرافق عامة، فيها الكراسي، المرافق اللي تأمن الزائر إنه يقدر خلينا نحكي يستمتع يومه بهاي المنطقة، يشوي، يقضي وقته كامل هو وأطفاله. طبعا المكان هو عائلي خلينا نحكي بشكل كبير. فهاي منطقة التنزه فيها منطقة ألعاب للأطفال، في يعني في نهاية الأسبوع غالبا ما تكون هي عائلات كلها الموجودة بهاي المنطقة. وسيتمكن زائرو المكان خلال التنزه أن يطلقوا العنان لحواسهم فيها ويستمتعوا بالبيئة الطبيعية الآسرة والبعد عن ضوضاء المدن. يعني مكان بيجمع كل أفراد العائلة وبتقدروا تعملوا إيش ما بدكم. والله المكان رائع جدا ونظيف وتنظيم، ومكان متعوب عليه كثير يعني ما شاء الله على الشباب. ويحظى متنزه شرحبيل بن حسن البيئي بالخصوصية والهدوء، ويطل على مناظر جميلة فيها ملامح الحياة البرية المذهلة التي تطل على أحراش من الأشجار.